كيفكم اصدقائي؟ رجعت لكم بترند جديد. اليوم الترند هو قوي. خلصنا من فضيحة مملكة القصص وام سيف وانس الشايب وماير ويسان اسماعيل وجواني. طلعت بترند جديد اللي هو فضيحة جواني مع مايا جمال. جواني سرق قناة مايا جمال. مايا جمال فتحت لجواني على البث المباشر. جواني رد على مايا جمال. قام طلع انس الشايب بيدعم مايا جمال. مايا جمال شد الضغط بمين؟ بلسان اسماعيل. قصه صارت خربيطه. اكيد ما فهمتوا شيء. لحتى ما اعرف ارجع بحكي. مرحبا حبايبي. حبايبي نحن كثير انظلمنا انا وانس وطلع علينا كثير اشاعات وظلمنا من كثير ناس وتهاجمنا كثير، بس الحمد لله الله بيبان الحق بكل شيء والله اخر شيء دائما رح يطلع. حبايبي الحمد لله رب العالمين. الزمن دوار. هلا حاليا انس الشايب عمال يدعم مايا جمال. هو بيساب طلع بفيديو، انا رح اعمل لكم الفيديو، عمال يقول له روحي نحن بظهرك ورح ندعمك. وقبل بيومين بطلع انا شايف خدمه مسبات، انا فعليا قدرت احطهم على اليوتيوب، عملت له طول وطول طويله كمان. شلون بيطلع بيدعم هيك؟ يعني افضحوا بعضهم بس كمان مشاهدات، يعني بعتهم برقبتي. يمكن جواني بعد ما يطفي الكاميرا بدي اقول له الو بليز طلع لي كل تريد اعطينا انه تخلينا نسلم عليه. يعني الكذب بس عن المتابعين بس علينا، لكن هيك لازم نحن ماشي لهم من ارضهم. رعت فيديو على قناتها وبينت كل شيء، حكت كل شيء من جوا قلبها. حابه احكي لك كلمه انه نحن معك مايا. كانت الظروف، انا بعرف شو صار فيك وبعرف شو كنتي، شو اللي كنتي حاسستيه وشو اللي كنتي عم تمر فيه. مايا سامحينك ورح ندعمك وبظهرك اكيد، وانت يعني خليكي قوية بالاخير بنت مثلي مثلك واكيد نحن معك. يعني فارفعوا الشاشه لفوق حتى تفهموا. حبايبي ضروري ترفعوا الشاشه لفوق وتشوفوا الفيديو اللي نزلته مايا، كثير مهم.